من الأرض. وهذه يا عيني دلالة، تدلل علي، تدلل هدوم وبيجامات وتدخن. هاي جارتها الحميمة، بيناتهم حوالي 15 متر حتى يسولفون. هذا بياع متطور جايب شمسية وياه. ذاك مغطي البضاعة بنايلون. وين يم أسلاك الضغط العالي؟ إذا ممكن الأخ المصور يطلعنيها. باع أمام أسلاك الضغط العالي، خطر الموت. أنتوا خطر وقاعدين يم خطر. صير فيوز. أما هذا التجمع عزيزي المشاهد، الله بالخير يا جماعة. أولا فهو بالقرب من أحد التشاتشية. وين هذا التشاتش مفتح؟ أمام إحدى المستشفيات. اشرب براحتك عمي، براحتك. يعني يتحدى الجهات الصحية وعلى عينك وعلى رصيف. بالعافية اخوان. وهذا ايضا عزيز المشاهد بائع متجول بالقرب من احدى المستشفيات. بالعافية عمي. وهذا سيقول لك الحساب 600 فلس، بيضة وصمونة وشوية عنبة. بعدك جوعان؟ لا والله زين. عندك لينكس؟ اكيد طالبها من واحد اللي بصفه. شفت بعيني وما كذب عيني. نعتذر لمضايقتكم. هذه العبارة موجودة في احدى المشاريع الضخمة التي تنجز في عراقنا الحبيب. كما تشاهد عزيزي المشاهد، هذه العمارات الرائعة الشاهقة والجميلة هي احدى المشاريع او احد المشاريع الضخمة التي تنجز في بلدنا الحبيب. هذا الشارع قد تحدث فيه بعض الاختناقات في السير، لكن بعد انجاز هذه العمارات الضخمة، العمارات السكنية الرائعة، سيكون منظر هذا الشارع أجمل وأحلى وأبهى. شفت بعيني وما كذب عيني. عزيز المشاهد، هذا الشتايجر الحلو اللطيف. الجهات المعنية طلبت من أصحاب محلات أن تبلط واجهات محلاتهم بالشتايجر. وجدت جهة أخرى حفرت هذا الشارع وتكسر كل الشتايجر. أعزائي المشاهدين، نحن الآن في شارع الصناعة، والآن أسير معكم على رصيف المحاذي لشارع الصناعة. طبعا اسم الله الله. هذا شوفوا أعزائي المشاهدين، هذا هو الله اسم الله. هذا هو الرصيف المحاذي لشارع الصناعة، وهو شارع عام. لو ينزل الأخ المصور على الأرض. هاي شي نهاية هاي يد. وهاي هنا وصلة مال سيارة، هاي مال بولبرين يمكن. ويقال وعلى ذمة أصحاب المحلات المحاذية لهذا الرصيف أنه يوجد في هذا المكان سرداب. فلو عدنا قزمة وفاسيا حفرنا وشفنا السرداب هذا. وعزيز المشاهد شوف، لاحظ نقرة محترمة. وهاي الحفر صار لها أكثر من 6 أشهر إذا مو غلطان بالحساب.
هذا الرصيف، شوف عزيز المشاهد، وراح نقترب أكثر وأكثر. شوف يعني اللي طبيها يضيع. شفت بعيني وما كذب عيني. أعزائي المشاهدين، نحييكم أجمل تحية، حيث نلتقي ونتحدث من محافظة بابل، مركز مدينة الحلة، مدخل المحافظة، مدخل جميل ورائع ونظيف، الشوارع نظيفة والأشجار تحيط الشارع من الجانبين، وحقيقة منظر يدعو للفرح والسرور. الأشجار لطيفة على جانبي الشارع وفي منتصفه أيضا، بعيني وما كذب عيني. هذه الحاوية فهي بحاجة إلى حاوية نظيفة حيل، وين؟ بالقرب من، أعتقد هذا بقايا متنزه. بالله خلينا نشوف شنو هذا، تانكيات. إيه هاي يزقون المتنزه بيهن. إيه هذا السياج طاير. نعم بقايا سياج. اي يا عيني على هالسياج، في اللي يفوت منه. المراجيح اذا جاز تسميتها مراجيح، وينها؟ ماكو. أنقاض تارس المتنزه، هو ما أعتقد هذا متنزه. هناك دا أشوف أطفال دا يلعبون كرة قدم. جاهد، هاي أكبر خطر، محولة أعتقد أو مركز لمحولة، وايرات مدندلة والشباك مفتوح، خطر جدا. نفايات داخل المتنزه، يعني متنزه يحوي على نفايات. حلو، مجمع للنفايات، جيد جدا. هاي آثار مصطبة. نعم، من هذا دا أشوف العالم قاعدين بالقاع، ولا مصطبة طبعا. وين يقعدون؟ هاي مزروعة زرع. وأخيرا لقينا ملاعب للأطفال، بس شنو؟ مجطولة، ما أخذ راحتها. يا سلام يا سلام، هذا المتنزه، متنزه الشعب وعلى شارع عام، المنشأة العامة لنقل المسافرين في محافظة بابل، مكتب الحجز. ويتحرك الأخ المصور شوية، ما أدري المسافرين يسافرون باللوريات. عزيز المشاهد، مثل مدى الشاهد، أمام المنشأة العامة لنقل المسافرين، مكتب الحجوز والاستعلامات، جراج مع اللوريات. لاحظ عزيز المشاهد، وهاي طبعا صايرة على الشارع العام.
شفت بعيني. وما كذب عيني. شفت بعيني ازدحام على طريق مدينة الأمين، وطال الازدحام والظاهر راح يطول لوش لأن أكو اصطدام والعداد دا يشتغل. الراكب راد ينزل، السائق قال له هاي وين عيوني؟ الراكب قال له احنا بعدنا بنص الطريق والعداد يقول 2:30 وراح يطول الازدحام بعد ساعة وآني نازل. السائق قال له يابا عيوني مو انت مأجر تاكسي يصير قده. قال له مو راح انطيك راتبي كله. وما نزله فعلا السايق ما نزله. والله الراكب غافل السايق وذبله 3 دنانير ونزل يركض. السايق صاح وراه ترى هاي ما صايره وعيونك. وشفت بعيني على الطرق الخارجيه محطات تعبئه بنزين بكثره وهذا شيء عظيم ورائع. وشفت بعيني سياره تاكسي اشرنا لها وقف بيها عداد كيفنا. قلت له عيني ودينا للجامعه المستنصريه. قال عيني انتو كم واحد؟ قلت له احنا 4. قال والله حساب 4 مو مثل حساب 1. قلت له يعني شلون؟ قال والله هالشكل انا اتعامل. قلت له فهمني يعني شلون؟ قال يعني اذا العداد يسجل دينار انا اضيف نص دينار على الدينار. قلت له ترى ما صايره هاي. قال والله اخويا هذا انا هالشكل اشتغل. قلت له اي مو ما يصير. قال شوف اقول لك اخويا انا رقم 17009 بغداد نوع تاكسي. شفت بعيني مطعم بالعظميه. قلت له عيني اريد تمن ومرق. قال لي ما يصير لو فوق التمن قص لو دجاج لو كباب لو ما يصير. تجيب لنا ابويا ما يصير. سالفك يا حبيبي لكن معكم في الاستراحه القادمه لكم منا احلى تحيه.